أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الجزء الثالث من كورسنا اللي هو الداتابيس، هنتكلم اليوم إن شاء الله عن ER Modeling اللي هو Conceptual Modeling Language for Schema. أوكي. Why a Conceptual Modeling Language؟ أوكي. طبعا إحنا اللي هو بدنا نحل مشكلة، اوكي، مشكلة ايش؟ مشكلة الداتا، اوكي. ما بتكلمش انا هنا عن ابلكيشن، بتكلم عن الداتا. فكيف بدي افهم المشكلة؟ ففي عندي اللي هو الدياجرام هاي، اوكي. هو طبعا اللي هو اللانجوجز هاي، المودلنج لانجوجز، فطبعا مش ضروري يعني لانجوج كتابة، اوكي. فالدياجرام كمان بنسميه اللي هو موديلنج لانجويج، اوكي. ف محتاجين تول، اوكي، اداه اللي هي الموديل هاي او الموديلنج لانجويج تول حقيقه، واللانجويج هاي بتساعدنا على اساس انه احنا نفهم ونحل المشكله تبعتنا، اوكي. معظم اللي هو ريليشن مودلز عباره عن كمان اللي هم ايش؟ اللي هو عباره كانها دياجرامز، اوكي؟ مرسوم فيها اللي هو دياجرامز. طبعا في النهايه هنعمل كونفيرتنج للاي ار دياجرام انتو ريليشنال سكيما، وهيصير اللي هو رياليزيشن في الداتا بيس. طبعا ديزاين فلو تشارت زي اني بروبلم، اوكي؟ اني بروبلم، سواء بروبلم شخصية، بروبلم في الحياة، بروبلم في الشغل، اوكي. اني بروبلم لازم تبدا من الايدياز. الايدياز هاي تفكير في البروبلم، تحليل البروبلم، اوكي، حيعطيني اللي هو ايش؟ ريكويرمنتس. يبقى اول حاجة I have to understand the problem. طبعا هنا بركز كمان مرة، احنا هنا بدناش نطلع البروبلم من ناحية ابلكيشن، مش how to process the data. لا، احنا بنتكلم عن داتا بيس، اوكي. فما دام بتكلم عن داتا بيس يبقى اللي بيهمني الداتا. يبقى البروبلم تبعتي اللي بعملها اناليسيس، كيف المؤسسه اللي بدي اعمل لها اناليسيس هي كيف هي بتنظر للمعلومات تبعتها، اوكي. يبقى انا بدي استخلص من المعلومات تبعتها اللي هو الداتا، اوكي. طيب الحين الداتا هاي بنعملها سبيسيفيكيشن، اوكي. بنعمل سبيسيفاي الداتا، طبعا السبيسيفيكيشن اللي هو بنسميه هاي ليفل ديزاين، وي سبيسيفاي الداتا، اوكي، كيف هي الداتا علاقتها مع بعض، اوكي. يبقى انا مش ما هياش الداتا بتاعت الشركه متناثره، لا، هي داتا مترابطه. طب كيف هي مترابطه مع بعض؟ اوكي. يبقى انا عبر السبيسيفيكيشن بشوف ايش خصائص الداتا، كيف الداتا هاي مترابطه مع بعض، اوكي. طبعا الحقيقه الابلكيشن بضل اون ذا باك جراوند، اوكي. يبقى انا طبيعه اللي هو كيف الشركه بدها تتعامل مع او المؤسسه او وات ايفر بعمل لها اللي هو الداتا بيس، كيف هم بينظروا للداتا، ايش بروبريتيز بتاعت الداتا، ايش علاقه الداتا مع بعض، اوكي. فهي هو الديزاين تبعي. بعدين شو هو ريليشنال سكيما الامبلمنتيشن، اوكي. السكيما عباره عن الامبلمنتيشن، وبعد هيك بنعمل له اللي هو رياليزيشن، بنعمل اللي هو ستورج لل السكيما بتاعتنا في احد الداتا بيس مانجمنت سيستمز، اوكي. طبعا في عندنا ديفرنت كونسبشوال موديلنج لانجويجز زي الاي ار اللي هو الانتيتي ريليشن شيب موديلنج لانجويج، وفي عندنا اللي هو اليو ام ال يونيفرسال موديلنج لانجويج، وعندنا الاو دي ال اللي هو اوبجكت ديفينيشن لانجويج، اند ماني ماني مور لانجويجز. طبعا الحين احنا مثلا اليو ام ال، اوكي، زي ما شايفين اليو ام ال واللي هو السكند لانجويج اوبجكت ديفينيشن لانجويج، لانه الداتا تبعتنا بنطلعها ممكن وي كان لوك ات ذا داتا از اللي هو ايش؟ از داتا اوبجكت، اوكي. يبقى احنا ممكن نطلع على الداتا بتاعتنا، لانه احنا ايش بنتكلم عن داتا وبروبريتيز بتاع خصائص الداتا،
والاوبجكت عباره عن ايش؟ عباره عن داتا وخصائص وايش اللي هو كمان ميثودز، لكن هنا ما بدناش ميثودز. جينا احنا طبعا كانت ميثودز هي اللي فقط تشتغل على الداتا، غير لكن مش موضوعنا الحين. يبقى الحين اللي بيهمني والانتيتي الحقيقه عباره عن كمان اللي هو بنسميه مرات انتيتي اوبجكت زي ما في جافا بينز. اوكي، يبقى عندنا ماني تولز اللي انا بتمكن لي اعمل موديلنج للداتا بتاعت البروبلم هاي. اوكي، طب ليش نعمل موديل؟ لانه الموديل بيخليني فيجوال اتبع اللي هو الداتا بتاعتي. يعني تصور انت لما تيجي مثلا تعمل ديسكريبشن لتطلع هيك في فيو قدامك من الشباك ولا غيره، تطلع جرب تقعد تعمل لها ديسكريبشن كتابي. صعب جدا كي لما اوصف كل اللي انا شايفه. لكن لما بطلع انا شايف انه الشجره هاي حواليها مش عارف ايش، هاي جنب الشجره، يبقى بالنظره اوكي بقدر احلل كثير الاف الكلمات موجوده في الصوره هاي. مثل في الاير دايجرام بيعطيني المشكله هاي كلها بصوره بسيطه ممكن اعكسها في الفيو اللي قدامي. طبعا احنا ان شاء الله في الكورس تبعنا هاي هنتكلم عن الاي ار موديلنج، اوكي اللي هو عمله ولو دي ال وغيره، مش هنتطرق لها ان شاء الله. اوكي، سكيما سيمانتكس اللي هو ديكلاراتيف. الحين السكيما ديزاين شود سبيسيفاي وات، اوكي وات داتا ذا سكيما ريبريزنتس اند هاو ذا داتا ار ريليتد. يبقى الحين احنا بدنا نشوف زي ما قلنا الداتا في الموديل تبعنا، الداتا هاي ايش البروبابيلتيز بتاعتها وكيف ريليتد لبعض الداتا هاي. Not how the data is used or processed. ما بنتكلمش هنا على الابلكيشن، اوكي؟ مع انه طبعا الابلكيشن دي باك جراوند، ما بنتكلمش عنه، ما بتطلعش على الداتا انه how to be processed. لا، بنتكلم اللي هو نتكلم عن اللي هو الداتا وخصائص الداتا وعلاقه الداتا مع بعض. فهنا هنا اندبندنسي، اوكي؟ اندبندنت من اللي هو البروسيسنج بتاعنا. You can process it as you want وكمان we store it in another way. اوكي ديزاين وورك، ديزاين از هارد وورك اند سيريس بزنس. طبعا عمليه الديزاين اللي هو سولفينج ذا بروبلم حقيقه. انا عندي المشكله بتاعتي ايش اللي هو معرفه الداتا بتاعت الشركه، اوكي او اللي بتعملهم الداتا بيس. يبقى بتعرف الداتا، بتعرف خصائص الداتا، بتعرف هاو الداتا ار ريليتد تو ايتش اذر. اوكي، وهي الحقيقه از نوت ايزي وورك. اوكي، الحين مثلا the boss or client may know they need a database but they don't know what they need in it. لكن مش عارفين ايش المعلومات، ايش الداتا اللي بتصير فيه. يعني انا ما بتكلمش عن معلومات، بتكلم عن داتا. اوكي، يبقى الداتا ايش الداتا اللي لازم تصير فيها، اوكي، او ايش الداتا اللي هم محتاجينها بعد هيك عشان يعملوا الابلكيشنز تبعتهم. Sketching the key components is an efficient way to develop our database. يبقى الحين انا في الاول بدي اطلع على الكي كومبوننتس، ايش الداتا الاساسيه يونتس؟ بنقول داتا بنتكلم عن داتا يونتس. ايش الداتا يونتس او الانتيتي، خلينا نقول احنا بنقول داتا يونت اللي هي وحده الداتا او الانتيتي، اوكي؟ او داتا اوبجكت، كلها بنتكلم عن نفس المعنى. يبقى ايش الانتيتي؟ اوكي، انتيتي اللي هو المعنى اللغوي تبعها شيء، اوكي؟ شيء هنا اللي هو بمعنى اخر اللي هو اوبجكت. اوبجكت او وحده داتا. ايش وحدات الداتا الرئيسيه اللي هم محتاجينها؟ يبقى هنا انا محتاج ركائز، اللي عبر الركائز هاي اي كان ديسكفر بعد هيك ايش الداتا انتيتيز اللي محتاجينها. يبقى انا في الاول لازم ادور على الكي كومبوننتس، اوكي؟ ايش الداتا الرئيسيه، الكور داتا اللي بعد هيك انا اوكي بقدر اطلع على اذر داتا. اوكي، لان البدايه لو طلعت على انتيتيز فرعيه وكذا مش هشوف البروبلم صحيح. ادور على الكي او الكور كومبوننتس اوف الداتا. اوكي، الديزاين كان بي اكسبلايند تو لي بيبول. طبعا الادفانتج كمان اللي هو تبع الاي ار دايجرام، ممكن اناقش مع الناس المنشطين يكون معهم عندهم معرفه وخبره. لا اوكي، بناقش معهم اوكي تسلسل الداتا، ارتباط الداتا، كيف هم. طبعا ما بتكلمش معهم عن الداتا، بتكلم معهم عن انفورميشن، لكن انا بستخلص الداتا منها. اوكي، يبقى when they talk about information they don't think about data.
they don't talk about data. يبقى هم بيتكلموا عن information لكن I filter from this information اللي هو الداتا. Okay. طبعا الديزاين دائما iterative. Okay. دائما الديزاين بيصير in many iterations not in one iteration. هاي لازم تبقى careful عشان اشتغل صحيح لازم اشتغل in iterations. كل مرة كل iteration بصير اشطر من اللي قبلها. اوكي وزي ما قلنا بنبدا دائما من اللي هو الكور انتيتيز. طبعا هنا اللي هو زي ما السوفت انجينيرنج سميناها اللي هو ريكويرمنتس اليسيتيشن. ايش يعني اليسيتيشن؟ استنباط. اوكي احنا بتستنبط الداتا من اللي هو من الانفورميشن. انتيتي ريليشن شيب موديل. اوكي زي ما قلنا اللي هو الانتيتيز اللي هو الثينكس الداتا اوبجكتس تبعتي. اوكي الحين الداتا هاي يونتس او داتا اوبجكتس كيف ريليتد مع في بينهم ريليشن ولا ليش صاروا ليش دي بروك تو ذا سيم بروبلم لانه في بينهم ريليشن. اوكي فانا بدي اعرف تو ديسكفر ريليشن شيب ما بين اللي هو الداتا يونتس طبعا بناء على الانفورميشن اللي حكوا لي اياها بناء على انهم كيف هم شايفين الشغل تبعهم اللي هي الاتريبيوتس بروبرتي اوف ان انتيتي. يبقى الـ attributes, properties of an entity خصائص اللي هو الـ data هاي unit هاي والاسم هاي. يبقى الـ data entity أعطيتها اسم، الاسم هاي إيش ميزه عن الثاني؟ الخصائص تبعته. يبقى اللي مميز entity عن entity هو الخصائص تبعتها. الـ attributes are simple values. طبعا هنا الخصائص are simple values not complex data structures أو sets أو الاسم. مجرد integers, strings and so on. Okay. types sets يبقى انا الحين عندي different types of entities and of relationships. يبقى في عندي data different data objects وعندي different relationships. ما هوش لا one data object ولا one relationship عندي many data objects and many relationships. اوكي على سبيل المثال لو كان عندي انا بتكلم عن database بتاع الجامعه عندي ال students اوكي عباره عن entities اوكي او بنقول student عباره عن entity والclasses an entity اوكي وايش الريليشن شيب ما بينهم اللي هو الانرولد. يبقى عندي enrollment ايه هي الريليشن شيب ما بين الستودنت والكلاس. طبعا اوكي يبقى الستودنت enrolled in a class or many classes والكلاس enrolled in it many students. Okay. So we'll have an entity set called مثلا student و entity set called the class و relationship اللي هو enrolled. Entity and relationship instances of the same type each has the same set of attributes. الحين طبعا شيء طبيعي الانستنس من كل الانستنسز من الستودنت كلهم عندهم نفس اللي هو الاتريبيوتس اوكي ولا ايش لكن الفاليوز تختلف بتاعت الاتريبيوتس الريليشن شيب طبعا من نفس نوع اللي هو مثلا انرول كلها هاي الانستنسز من الريليشن شيب هاي عندها نفس اللي هو الاتريبيوت. اي ار دايجرام الحين الاي ار موديل از بيكتورال هو يعني فيجوال نظر بنشوفه دايجرام قدامنا. ايش عناصر الدايجرام هاي؟ الانتيتي سيتس بنمثلها بريكت انجل الريليشن شيب بالدايموند والاتريبيوت اللي هو اوفل اللي هو هاي زي البيضة وبنكتب فيها اللي هو اسم اللي هو الاتريبيوت هاي. اوكي ريليشن شيب سيتس كونكت انتيتي سيتس توجذر ذات ريليتد باي لاين. اوكي يبقى الحين عندي كيبل حوصل الانتيتيز يبقى ريليشن شيب بتوين انتيتيز هنشوف اللي هو الدياجرام ونشوف كيف اللي هو اكزامبل عليه في التسجيل القادم ان شاء الله. اوكي السلام عليكم.